خلينا نلتزم ونساعد الداخلية. بصراحة في جولة مع بدء تطبيق الحظر أمس اليوم النهاردة وأنا جاي المدينة وبلف بالعربية، لا في التزام بنسبة كبيرة جدا، وأعتقد لحد الوقت أعتقد مفيش خروقات إلا في بعض المناطق الشعبية والحواري الجانبية، والداخلية مش هتقعد تغطي لك المليون كيلومتر مربع. عندنا أخبار تتعلق بالثانوية العامة، يا ترى يا هل ترى إيه الوضع في امتحانات الثانوية العامة؟ كان في إشاعة طالعة بتقول إن المواد غير الإجبارية التي لا تضاف للمجموع هيتم إيقاف الامتحان فيها، وفي كلام على ترحيل الامتحانات إلى شهور قادمة مثلا في أغسطس، لكن النهاردة وزارة التربية والتعليم والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أصدر بيانا يرد فيه على كل هذه النقاط. نعرف التفاصيل من الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم. مساء الخير أستاذ رفعت. مساء الخير أستاذ محمد، أهلا بك. ما الجديد فيما قاله السيد وزير التربية والتعليم اليوم فيما يتعلق بالثانوية العامة وامتحاناتها؟ هو بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية كما أعلن الوزير هتبقى في موعدها من وجهة نظره حتى الآن طبقا لتطورات الموقف، وهتكون في 7 يونيو القادم بالنسبة لشهادة الثانوية العامة. 7 يونيو انت بتكلمني كده أستاذ رفعت في شهرين، ودايما في مداخلتك بتقول حتى الآن. بالضبط، لان هنا حضرتك احنا مش عارفين تطورات الموقف سواء داخليا او عالميا هيبقى ازاي يا استاذ محمد. نعم. الواقع ما بنشوفه في الدول الاخرى زي ايطاليا وزي اسبانيا وزي الولايات المتحده الامريكيه واللي حضرتك اشرت اليها دلوقتي ولندن، ما اقدرش اقول ان اقدر اعمل امتحانات سواء بعد شهر ولا بعد شهرين ولا بعد 3 الا اذا اختفى الفيروس تماما من الدولة. وبالتالي أنا ليه مش هعمل امتحانات؟ لأن مش هيبقى في أي تجمعات طول ما الفيروس موجود، وده سبب تأجيل الدراسة حتى الآن. طبعا احنا بناخدها أسبوعين أسبوعين نظرا لتطورات الحالة. الكويت على سبيل المثال رحلت الامتحانات لحد شهر أغسطس برضو حتى الآن، لأن أنا متوقع قد نلجأ إلى الأسوأ وقد لا يكون في امتحانات هذا العام على الإطلاق، وارد. بالنسبة للجامعات أجلت امتحاناتها لحد 30 مايو، تبدأ بعد 30 مايو، إنما برضو بقول على حسب تطورات الموقف. يعني كل أسبوعين تقريبا هيبقى في بيان جديد. بيان بالضبط. وهنا قرار، ودي قرار دولة أستاذ محمد. صحيح. ده قرار وزير. ده قرار دولة، لأن أنا دلوقتي همتحن ما يقرب من 25 مليون طالب وتلميذ على مستوى الدولة. نعم وزير التربية والتعليم قال سنوات النقل بدءا من سنة ثالثة ابتدائي لحد سنة ثانية اعدادي خلاص هنعتبر ان امتحانات نهاية العام كأنها لم تكن، ويكتفى بما يسمى بالبحث يعمله الطالب. وايضا بالنسبة لامتحان سنة اولى ثانوي وسنة ثانية ثانوي كان اجل الى 5 ابريل. اشك تماما ان يكون امتحانات اللي هو نصف فتره، يعني نصف مرحله يعني، واعتقد اللي هو اختبار تجريبي، فطبعا اشك تماما انه يتم في 5 ابريل سواء اونلاين او غير اونلاين. ارجو ان احنا كاولياء امور نستعد من الان لما هو أسوأ اذا حدث، واذا لم يحدث ونتمنى من الله الا يحدث يبقى ممكن تبقى الامتحانات في موعدها. لكن إذا تطورت الأمور الأسوأ، من الذي سيهون عليه إن ابنه يروح امتحان وهناك فيه خطورة إن شاء الله تكون 1 في المليون؟ طب نتفق أن إحنا ملتزمين ببيان وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة حتى الآن، أنها في مواعيدها حتى الآن. حتى لو الآن استجد جديد غالبا كل أسبوع أسبوعين هيطلع بالضبط. بيان. سؤال بالضبط. أخير، سؤال أخير، عدد من أولياء الأمور تواصل معايا بيقولوا لي عايزين نسأل الوزير عن المصروفات الدراسية اللي تم دفعها، عن الباص اللي تم دفعه، وما فيش باص ازاي يستردوا الفلوس دي تاني؟ لا صعب ان الوزير يجاوب على كده يا أستاذ محمد، لسبب، لان دلوقتي انا كقطاع خاص سواء في المدارس او الجامعات الخاصة انا ملزم حاليا مع فترة التوقف
لسداد كل رواتب أعضاء هيئة التدريس والعاملين في هذه المدارس أو هذه الجامعات، وكذلك السائقين، وكذلك كل شيء. وبالتالي دلوقتي أنا لو أنا هرجع جزء من المصروفات لأولياء الأمور، طب دلوقتي هسد الرواتب دي منين؟ هل الدولة أقول لها هتسددي نيابة عني؟ لا أعتقد لا، ده غير مقبول. بس كان مهم أن حضرتك تشرح. بشكرك أستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم. وعايز أقول مدينة الإنتاج الإعلامي بيتردد عليها